خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال عشق الأكواب. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، وأنا سائم هبات من نبحة القرآن، نلقاه بالبشر بالحب والأشجار، والأجر ندركه من دون ما نقصى. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. الآن الساعة 5 الفجر، نازلين تحت وننتظر الصباح يشرق. تونا ليل يمكن كذا 10 دقائق تشرق الشمس. طفينا الأنوار عشان يوضع النور. اللهم بك أصبحنا. بكرة ليلة 22، اليوم الجمعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وطلع النهار ما شاء الله تبارك الله، يزين صوت العصافير. حياة وكالعادة فجأة كذا قررنا نطلع نفطر برا. خلاص بدينا نمل من الفطور في البيت، اللهم لك الحمد. الأجواء تهبل، غيم ومطر ذي الأيام، فقلنا ما راح نفوتها، نبي نطلع نشوف الأجواء يعني ونستمتع. هذه قطوة، شكلها قطوة بيت، مرة وليفة ما تقول شيء، يعني مرة يلعبونها عيالي ما خفت منهم. طبعا كالعادة الفطور متواضع، قلنا خرابيط من البقالة والتمر وقهوة وصلى الله وبارك. نعمة الحمد لله. خذينا شيء بسيط، حطيت مفرحات، سفطر على شيء بسيط بعدين نكمل في البيت. كل فترة ممشى غير عشان ما نمل. اليوم طلعنا ممشى ثاني. انت ها الله يرحمك يا خالد كل جنة. مجولة السوق مقابل عيد. Thank you.
اللي كان عندي انتماء وعشق له هوم سيتي ماكس، لازم امر على قسم الهوم احبه. ها بتجنب العطور. هذه مرة روعة. كان شوفها 85 حلوة على التسريحة، طاولات مرة حلوة نامة. هذه برضو تجنن، هذه 40 20 حلوة ثقيلة صين. كبيرة ترى حجمها كبير. واو شوف البونيس كبيرة مرة حلوة. حب تحفها مرة انتماء. هذه رصيص حق نباتات 1.65. حلوة مرة جنن. كم 40 هذا 150 زي الدرج كبير مقسم. هذا 95 تعلق بدل الأرفف الصغيرة. طاولات مرة حلوة. شوف هذا بكم 160 بس نظام آيكيا. هذا 19 هذه العلم مرة عجبتني. 40 سلات مرة تجنن. هذه 50 تاخذ العقل. هذا ليو وهذا 45 أحب السلات. شوف البوف مرة حلو حق غرفة أطفال جنن. ما أدري ما سعره حق التسريحة كذا شكل جسد السعر ما أدري وين مو موجود عليه سعر. هذا إكواد تحفظ الحرارة. حقت تبع ايكيا هذه 7 والله يبيلي الكروم. هذه الاكواب برضو 7 تبع مويه 7 برضو الملاعب الشواك 7 صراحه يبيلي اخذ.
هذه بربتوزات الكروم. هذه بلايز بس في بربتوز. عشق الأكواب خلاص مرة بيتي ما يحتمل أجيب أكواب زيادة من هالجنة. وهنا وصلنا لنهاية الفقرة، نهاية الفلوق، بنهاية فقرتي اليومية اللي هي وقت روقاني. المتابعين القدامى يعرفوني ويعرفون نمطي في اليوتيوب. لا تنسون اللايك وسبسكرايب ومشاركة صديق. أشوفكم بفلوق ثاني. مع السلامة.